كثير من المواطنين يسدون رمقهم من المياه الصالحة للشرب عبر الآبار الارتوازية، إلا أن بعضها يسبب مخاطر لعدم عمق البئر الذي من المفترض ألا يقل عن 45 متر حسب تعليمات فني المياه الجوفية. حول هذا الموضوع عد الزميل عبد الله هارون التقرير التالي. هذه المياه الجوفية نقية في حالة استعمالها، إلا أنها قد تبدو ملوثة وتنقل بعض الأمراض، وهناك عدة جوانب ترتبط باستعمال هذه المياه. المياه التي تستخرج من الآبار الجوفية إذا لم تتوفر فيها بعض الشروط كأقل من 45 في العمق أو تكون قريبة من مياه المهرب وعليه، فقد تسبب بعض التلوثات وتؤثر في صحة الإنسان. المي أنا فراج الناس قبل شلو لي بشرب ده كان ما شالو بدريبة بدليل لقى دما بديبة مرض لشواب كلام المي دما بدور كي الناس البارف كيف بشولو المي دم كيف بخدمو قبل ببقى أدل للناس بشربه لي نار بس بقوم قال إن ده فراجة بشيل المياه بشرب دم هو كي ما يعرف شغل قال إن ده فوق. كما أن هناك أشياء أخرى قد تسبب بعض الإصابات كبعض الأمراض بصفة عامة، وهناك أشياء تؤثر في صحة الإنسان مثل تلوث المياه أو طرق تجميدها في الصحاريج والباغات والتي تنفي بالمواصفات العامة، وكل هذه الأشياء وغيرها تعد من العناصر التي تؤثر في البيولوجية الصحية وتحدث بعض الإصابات مثل البكتيريا الخضراء وعوالم أخرى مصاحبة تؤثر في صحة الإنسان.